يقف المواطن باسل جعفر على رصيف ميناء التواهي متذكرا مجزرة غير مسبوقة حدثت قبل عام أفقدته ولده الذي لم يكمل 3 سنوات وخلفته وزوجته مصابين بأجسادهما وبحسرة لا تندمل. ضرب فوقي فوق ابني فوق زوجتي، ابني صغير مات 2 5 شهور وأنا مصاب لحد الآن مصاب، زوجتي مصابة في البيت. طفل باسل أحد العشرات من المدنيين الذين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات ختمت بقتلهم وهم على قارب ينتوون عبره النزوح هربا من قصف منازلهم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. لقطة تمثيلية صغيرة عن ما حدث بنفس المكان قبل سنة بالضبط. نحن هنا نشير روي الناس العالم كيف كنا قبل سنة. قبل عام في مثل هذا اليوم ارتكبت ميليشيا الحوثي والمخلوع مجزرة بحق العشرات كانوا يهمون بالنزوح من هنا من رصيف التواهي إلى الضفة الأخرى في مديرية البريقة. جموع من المواطنين والناشطين وقفوا على الرصيف وكان من ضمن الحضور شهود عيان من العاملين في الميناء أدلوا بشهادتهم للكاميرا بانتظار شهادتهم في محاكمة عادلة. ضربت في زورق كان واقف هنا وتناثر الشظايا وقت فوق الناس وسعفناهم نحن لما باصهيب بعدها بثلاث أيام بعد القتلى والجرحى طلعنا حوالي 1500 من البحر. الفعالية التي أحياها المئات من أبناء المدينة تهدف لتذكير المجتمع الدولي بجريمة غير مسبوقة وحتى لا تغرق هذه الجريمة في بحر النسيان. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. إلى محافظة أبين حيث تسلمت لجنة وساطة قبلية عددا من المقار الحكومية من تنظيم القاعدة في المحافظة. وقالت مصادر محلية إن لجنة وساطة قادها عدد من شيوخ القبائل وشخصيات اجتماعية تسلمت مبنى المجمع الحكومي وإدارة أمن زنجبار ومقر إدارة الأمن السياسي ومبنى محكمة الاستئناف ومنشآت حكومية أخرى. وأكدت المصادر أن الوساطة سلمت المنشآت الحكومية بعد ذلك إلى مدير أمن زنجبار العقيد سالم الحامدي والذي بدوره قام بنشر عدد من الوحدات الأمنية لحراستها.